ساهو مخنوق لاهو مسروق ساهو زي اللي جابوا له حاجة أصفر وساهو يا بورسعيد جاي النعيد حسبي الأولاد اللي يا أما يسرقوا يا خليهو يعمل بيت عشت يا أما يا بورسعيد بس اللي أزانة حرامي خزانة خزانة رزانة سياد وعبيد بالروح حبيت يعمل بيت عشت يا أما يا بورسعيد بس اللي أزانة حرامي خزانة خزانة رزانة سياد وعبيد عالم شو ضلي أغنية ضلالية واحنا الجلابية الهربيد فينا اللي يسيع وفينا اللي يضيع فينا اللي يسيع ويضيع واللي يبيع ابوه واللي جابوه يا خلقهو يا خلقهو عالسوق يا هو بالسوق يا هو ولاد الافاعي انسى انسوق زي بحور جريح تنهى الضريه تلق بسريا كان لها شوق واحد موسو قال للني السوق بقى شيء موبوق وبغاية السوق زي بحور جريح تنهى الضريه تلق بسريا كان لها شوق امواج غلابه ايام قلابه وناسنا غلابه وملها حقوق الحق جاله الحر بلوه الحق كله والحر بلوه والحب خانوه والخير قتلوه يا خلقه يا خلقه عالسوق يا هو بالسوق يا هو ولاد الافاعي انسى انسوق لو سقوه يا بورسعيد جاي النعيم حسب الاولاد يا خلقه يا خلقه فيه يا ملك الوكالة يا ريس سعيد مال الوكالة كان في ناس جواها من شوية أول ما شفتهم قلت أجي أبلغك على طول حرامية يعني؟ لا مش حرامية دول دخلوا بصندوق وخرجوا بإيدهم فاضية انا ما توهش عن صوت الجن ولا غباوه الواد العجه ده مع ان هما كانوا مغطين وشوشهم يعني انت ما شفتهمش لا يا ريس شفتهم انا مشيت وراهم لحد ما دخلوا بيت العجه القديم في الجرامعه شفت الاثنين بعد ما عروا وشوشهم والاثنين التانيين اللي كانوا معاهم لا يا ريس الكلمه خيبه دول ما شفتهمش الو سعيد خير يا سعيد في ايه خضتني الحاج بيصلي الفجر في الجامع كالعادة في حاجة يا سعيد معلش يا ست وردة متأسفين لا لا ما تتخضيش ولا حاجة بس اول ما يوصل الحاج بالسلامة خليه حصلني على الوكالة لا لا يا ست وردة ما تقوليلوش حاجة خليه حصلني وبس السلام عليكم Thank you.
مضروبة. الله يعين. انت تممت على خرم الإبرة؟ تممت. مفيش حاجة خرجت منه لحد دلوقتي. والرجالة فين امال؟ ده البوليس ممكن يطب في اي لحظة. انا بعتهم يجوا الخشبة. زمانهم راجعين. عرفت مين ورا الحكاية دي؟ عرفنا يا حاج. الله اللي في زمان. مش هتعدي المرة دي. بس كله في وقته حي. قالوا لي جبتلهم الحلاوه جبتلهم ولما جت حلاوه حبسوني وحبسوه يا سو حبيبي حبسوه يا سو حبيبي حبسوه حبيبي عايز له ترتر عايز له ومنين اجيب له ترتر انا رحت اسال على الترتر حبسوني وحبسوه ادي له يا سو حبيبي حبسوه يا سو سلطان حبسه سو يا سو وسعيد حبسه صاحبنا لبس السلطانية السلطانية تاج الجزيرة يا ترى انت فين يا سلطان انت في بحر الظلمات الظلمات يا لطيف اللطف يا رب انت مين اللي مشغلك يا واد سلطان ها بتضرب دولارات هلا والله ما انا باشا ده ابن اخويا الواد سعيد حكمنا عليك تضرب الرصاص وتتسلق وتتحرق بزيت ديزل 6 سلندر وفي الاخر تموت مسموم أما ابن أخوه فسيضرب بالدباديب حتى الموت رفعت القعدة رفعت القعدة يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل سو يا سو حبيبي حبسه سو يا سو حبيبي دفنه سو يا سو حبيبي دفنه سو يا سو حبيبي الله يا دايم ما دايم ما دايم غير الله الله يا دايم ما دايم الا الله الله يا دايم ما دايم وما دايم غير الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هو مين مات يا جدعان الخشبة طالعة من وكالة الحاج معقولة الحاج سلطان مات لا حول ولا قوة الا بالله مات انت وازاي مات يا جدعان معاك جوه وكالته اهو ممكن سعيد سعيد ايه ما قاعد جنبه بص يا عم النضارات هي ايه العمارة بالظبط كل يوم والتاني البوليس جاي في ايه يا سوق العرب محدش فاهم حاجة في اي حاجة يا جدعان فايتين على وكالة الحاج سلطان معقول الحاج سلطان طلع بيتاجر في المخدرات كل واحد يحط لسانه فوق يا جدعان بصوا يا حاج مين فيكم سلطان ابو المكارم عيني الحاج سلطان ابو المكارم ما تتفضل يا باشا تشرب لك حاجه ساعه تفضل فتشوا المكارم خير في ايه يا باشا ما انتوا لسه قلبين السوق كله عليه وطي من يجي اسبوع في بلاغ جاي ضدكم بيقولوا ان في ممنوعات داخل تاني امبارح بالليل ممنوعات ايه يا سعاده الباشا
ما دي انتوا بتفتشوا اهو كل حاجه، والحاجه اللي هنا على الله ما يكسروهاش، لان الحاجه دي غاليه ونادره. انا هكلم هشام بيه يا حاج، راجل صاحبنا ونفسه يوجب معانا. لا سعيد، سيبهم على راحتهم يفتشوا زي ما هم عايزين، لا يفتكروا ان احنا خايفين من حاجه. ماشي يا حاج. ما لناش اي حاجه بالمكان. احنا اسفين يا حاج سلطان، واكيد انت مقدر ان احنا كنا بنعمل شغلنا. لا مفيش حاجه هتظبط، احنا الحمد لله ما عندناش حاجه نخاف منها، وحضراتكم بقى تشرفونا في اي وقت. يلا يا جماعه. ما شربتوش حاجه يا باشا؟ مره تانية ان شاء الله. انا طالع اعلمهم الادب ولاد الهرمه دول. لما البوليس يمشي يا سعيد مش ناقصين شوشره. العباره مش عارف. ايه نقول مبروك يا رجاله؟ ما تيجي معانا يا كن، ما احنا هنروح نقولها لهم. تقولها لمين؟ للحاج وابن اخوه. ما البلاغ طلع كايدي، اصل الحكومه فتشت في الوكاله ما لقيتش فيها حاجه خالص. ليه؟ ده الحاج سلطان على سنة ورمح، اكيد حد حب يعمل فيه مغرز ولا حاجه بس ما عرفش. الكبير كبير برضه. ما هو مش كل حد معاه فلوس يبقى حرام ولا بيتاجر في المخدرات. كلام في الرجوله، الراجل ده بالذات ايده انضف من قلب المؤمن. ولا عجه ايه؟ انت مش كنت معايا ليله امبارح ولا انا كنت بحلم؟ والله العظيم يا سيد المعلمين انا ما عدت فاهم اي حاجه ولا عارف اي حاجه. تفتكر عرفوا طريقنا؟ ايه؟ عرفوا طريقنا؟ طب هنعمل ايه؟ الجري نص الجدعنه. فريره فريره يلا بينا. يا صباح الحلاوة والسلطانة والجدعانة والروقان، يا كبير يا أكبر فنانين بورسعيد وخط القناة. إيه 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 إيه، أنت عايز إيه يا قرش؟ كل خير، خش يا سامية. إيه زي ما وصيت. ها؟ سامية دي مين؟ دي بنت غلبانة، أهي هتجيلك من وقت للتاني تنظف لك القبر اللي أنت قاعد فيه بدل ما الدود ياكل في جتتك، وبالمرة تطبخ لك أكلة ترم عظمك، البت نفسها حلو في الأكل. خش يا بت، افتح الشبابيك، أول مكان. تخش فين؟ استنى يا بت، أنت بتعملي إيه؟ بقول لك يا قرش، خد البت بإيدك من غير ما ترد، وقفل الباب وراك، أنا مش عايز حد ومعيش أدفع لحد. وحد قال لك ادفع يا عمنا؟ دي هدية. هدية؟ من امتى بتهديني يا قرش؟ عايز الصراحة، الهدية دي مش مني أنا، دي من واحد أنت عزيز عليه قوي ونفسه يشوفك، بس هو مستني حبتين. أنا حيلا مواصلاتي. حد مين دون؟ ما تشغلش بالك وما تسألش كتير، المهم حد وخلاص. حساب البنت خالص خالص. مش حوصيك يا سامية. من عيني. حاضر. سلام يا عمنا. انت فين عليك؟ لفين عليك الدنيا لحد ما دلون عليك هنا؟ في ايه يا واد اهو؟ مصيبه مصيبه يا عم قرش. الملعوب طاز انكشف. خبر اسود، الملعوب بتاع امبارح. هو في غيره. قدامي قدامي يا اخويا انت وهو. يلا يا سيدي معلمين. يلا يا اخويا يلا خلصوني. قول يا حلو، مش خساره فين؟ من يد ما نعدمهاش يا معلمي. طيب يلا. بالاذن يا معلمي. سلام يا حمدي. على كده بقى الغول يبقى شريك في الحكايه دي؟ ومعقوله دي يا حاج؟ ده الغول بقى له سنين وسنين قافل على نفسه، ما سمعنالوش حس. ايه اللي يخليه فجاه يقلب علينا؟ هو
ومالك يا اخويا محموق قوي كده وبتدافع عنه؟ لا محموق ولا حاجه، بس ربنا عرفوه بالعقل. خلاص قوم انت دلوقتي روح شوف شغلك مع الكلاب اللي عضى فينا، وبعدين بقى نبدا احنا نقعد نتحقق اذا كان الكلاب دي اللي اطلقها علينا الغول ولا احنا ظالمينه. ماشي يا حاج ماشي. اما قول لي يا حاج هنعمل ايه في موضوع المرحوم؟ انا قلت للرجاله يخلوه رائد حبتين كده في المخازن بتاعه المنام، ولما الليل يليل نجيبه تاني وندفنه في خرم الابره. ماشي اللي تمر بيه يا حاج. سلام. مع السلامه يا اخويا. كفارة يا حاج، حدلنا على السلامة يا حاج. نورت المنطقة يا حاج. احنا رقبنا في داك يا حاج. شجر الحل ما بتلاقش بالطوبة يا حاج. رجوعك لنا بالسلامة نصر من الله يا حاج. ورب مالينا الا انت يا حاج. ربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام. ربنا يحميك لينا يا حاج. والله العظيم القيمة قيمة يا حاج. برنس السوق المعلم سلطان، برنس السوق وربنا. متشكرين يا جماعة، نردها لكم في الأفراح. شكرين يا رجالة. شكرين. ربنا ربنا ربك معاك. عليك يا حاج دايما دايما نطمن عليك. يا يابا شكرين يا عمنا. يلا يابا. هلا عنتر. ايوه يا حاج. هات لي كوباية مية. هلا. هنا يا حاج. انت مش سامعة الباب يا نوبة ولا ايه؟ بنتي يا نوجة. سامعة سامعة يا نعنى. طب ما تقومي تفتحي، انا ايدي مش فاضية. وهي يا اختي من امتى كانت فاضية؟ لا انا خلاص انا تعبت، انا برج من نفخة هيطير. نوجة نوجة نوجة، ما فيش في البيت ده غير نوجة دي. عيشة بقت تقرف، بقت ما هي تقرف. بتقولي حاجة يا نوجة؟ ما بقولش حاجة يا اختي. الله ما تستنى على الباب. ايه يا جدع مالك؟ كان موجود؟ مش عارف. مين يا نوجة؟ ده الرئيس السعيد يا نعنع، بيسأل على الكن. الكن ما جاش من امبارح، بس يعني هو عامل زي القرش البران، بيلف يلف ويرجع لصاحبه تاني. ماشي. مالك يا بنتي يا نوبة؟ واقفة متخشبة كده ليه؟ ما تيجي تساعديني في النشير. لا أنا مش فاضية، مش فاضية خالص، أنا ورايا مذاكرة. مذاكرة؟ على عنتر. ايوه رايح. بس يا درويش محدش من الرجاله يتحرك من قدام البيت، ان شاء الله نبات له شهرين لحد ما البعيد يظهر. ماشي ماشي يا ريس. انا كنت بقول يعني يا ريس لو انت عايز تروح تريح شويه اتكل على الله انت، وانا لو جد جديد هبلغك على طول. لا انا هفضل معاكم. تشوف مصلحتها مني ومني. جرايه يا ست حياش، عايزه ايه انت رخره؟ ولا حاجه يا حبيبتي، انا نطق بحصل. الاكل ده عشان صفاء وصفوان يا خالتي، لكن جوز الحمام ده انا عاملاهم مخصوص عشان خاطر سعيد. تسلم ايديكي يا نن عين خالتك. بس بلاش تقولي له يا خالتي ان انا اللي جبت الاكل، انت عارفاه. عارفاه، انما يعني هو محتاج اقول له ده تلاقيه حافظ اكلك اكتر مني. معلش بلاش تقولي له برضه، خليه هو يعرف لوحده. والله ما انا عارفه ايه اللي جرى لكم، ده انتوا كنتوا اسعد اتنين متجوزين شفتهم طول عمري.
ربنا عالم بالحال يا خالتي وقادر على كل شيء. اللي فارسني ان انت بتحبيه وهو راخر بيموت في دباديبك. بيموت في دباديبي؟ وانا والله كمان يا خالتي هينت ان شاء الله. بقولك يا خالتي الحق انزل انا بقى احسن بعدين يجي ويديني كلمتين في جنابي. ما تنسيش تبصيلي العيال من هنا ومن هنا لما يرجعوا من المدرسه. فوتك بعافية يا خالتي. الله يعافيك يا نن عين خالتي. مع السلامه يا أب. هو احنا هنفضل سايقين في الشوارع كده لحد امتى بس؟ لحد اخر النهار زي ما قال القرش. زمانتهم دلوقتي بيدوروا علينا بمكشف كل حته. هو احنا مش كنا لابسين بتاتيع على وشوشنا كده؟ يبقى هيعرفونا منين بقى؟ برضك الاحتياط واجب. اديك شفت حبسونا ليله بحلقه في الدكان عشان شويه بضاعه مضروبه. امال دلوقتي لما بقى الضرب في الوش؟ ها؟ والضرب في الوش ما فيهوش معلش؟ عليك نور يا عجه. تاكل جيلاتي يالا؟ جيلاتي يا سيدي معلمين في اللي احنا فيه ده بس. يا واد بر نفسك بر نفسك ده احنا داخلين على ايام سودة. تعالى تاخد مانجا ولا شوكولاته؟ شوكولاته بقى عشان الايام السودة. اتنين شوكولاته من الغامق قوي. ايه اللي رماك على سكة القرش دون يا سمير؟ الظروف الوحشة. انا عملت لك رز وبامية، عايز حاجة تانية؟ انت رايحة فين؟ مروحة وحاجي بكرة اشوف طلباتك. طيب خدي دول. لا يا سيدي متشكر. خدي يا بنت ما تتعبنيش. طب متشكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكلهم مش راجعين. هتسيبهم ولا يا ريس؟ يا سيبهم ده ايه؟ هنجيبهم لو حتى كانوا ان شاء الله في بطن البحر. انا رجاله ان احنا بيتنا عندها. يا سلام. لا يا حبيبي ده السما دلوقتي مليانة اقمار صناعية وبيعرفوا كل حاجة في ثانية واحدة. يعني ده اخر كلام؟ اوله واخره واللي في النص كمان يا كان. ماشي يا ارزة يلا بينا يا عجة. يلا بينا. قال على رأي المثل ادينا بالارزة والارزة مش لادي بينا. شفت يا عجة؟ طب ما ينفعش نبات عندك في الدكان؟ امشي امشي انت اهو من هنا. قلق امشي
لحظة هننزل لكم جد كل بلاوي. طب هنعمل ايه؟ ارسم وخش يا كبير. واحدة واحدة عليا، يخرب بيت دي حكاية. انت مش طبيخك يا اما؟ لا مش طبيخي. ده طبيخ ماما. الحمد لله. وسبع عينينا ولا مش عايزه اكل من طبخ ماما؟ كل انت حبيبتي، كلوا يا ولاد. هما بيدوروا عليهم ليه يا نو؟ يا اختي عاملين عاملة، ما انت عارفة جوزك ما بيهدلوش بال الا لما يعملوا مصيبة. طب ما رجعوش لحد دلوقتي ليه؟ يا حمتي يكونوا شقتلوهم. بت يا نعنع، بت انت قعدتك مع الكن لحسيت لك نفوخ خالص. طب بقولك ايه يا اختي، ما تروحي تدوري عليه في السوق زي النوبة اللي عدت. انت وشك حلو ما رجعتيش الا وهو وراكي على طول. نعم نعم يا نعمة، عايزاني انزل ادور عليه بالليل، ما النهار لعيون. وبعدين خلاص لو ما جاش لحد ما ارجع من المدرسه هروح ادور لك عليه. وهيجي لك نوم وهو مش بايت في البيت؟ اه هيجي لي نوم، ده انا حتى كابس عليا النوم. يا بنت مش اخوكي ده ولا لاقيها في الشارع؟ ما تعملي لك قفله يا نعنع، عايزه انام. انا عايزه انام يا نعنع دلوقتي اهو. يلا هنام هنا. يقرا مجلة في البيت ده ابدا. يا ابني تقعد في حته يالا، الا خيلتني يخرب بيت دي حكايه. ثواني يا سيد المعلمين، هي جايه اهي. مين دي اللي جايه؟ ايوه انا لقيتها. خلاص لقيت ايه؟ احنا نتصل بعمو القرش ونقول له الحانة يا قرش خبينا مادة احمد ده مستخبي. انت سايب المحمول بتاعك مفتوح يا ابو الغبا؟ ايه ده كان ده؟ حرام عليك، ده مكلفني يجي 300 ولا العظيم. رجال سعيد عشان يلاقونا هيدوروا علينا عن طريق المحمول. امال انا قافل موبايلي من الصبح ليه يا ابو مخ ظلم؟ اه انت برسم وخش يا كبير. شوف يا عجة، احنا مش شردين طبعا، احنا ملناش متوى. امال امال احنا لاجئين يا عجة، ورجالة السوق اندال محدش هيقف جنبينا ولا يتوينا. طب يعني نعمل ايه؟ طيب نرمي نفسنا في البحر عشان نخلص ولا ايه؟ لا احنا نشوف حتة نبات فيها الليلة دي، والصباح رباح، اني ليا تصريف تاني. طب احنا هنتوى فين طيب؟ تعال وراي، احنا هننام هنا. ايه ده في الصغيرة دي مش هتكفيني؟ ما الكبيرة قدامك اهي. اه صح الكبيرة اهي. يلا يلا، هنا أأمن مكان، ما حدش يفكر إننا هنا. الله عليك يا سيد المعلمين وعلى رسمك الجميل. طب بس بالراحة اهو، بالراحة يا عجة. ما هو بالراحة يخرب بيت تقلك. اهو سيد المعلمين استناني. طيب اهو اهو هات ايدك اهو. تعالى تعالى تعالى. يا لهوي، على مهلك على مهلك، يخرب بيتك. خد لك جنبي يلا. هوبت. ما تتاخر شويه يا عجه. انت ما تتاخر انت شويه انت كمان. انا برضه، انت هتاخد المركب كله. اتاخر يلا. كويس كده؟ اه يلا اهي نومه والسلام. لحقت نمت. يلا يلا ما تنسيش المركب يلا. خربت جنانك، انا عارف ان هي ليله سوده.
بس ان شاء الله لما يطلع النهار ربنا هيكرمنا اخر كرم. ولا قوم يلا شوف المصيبه اللي احنا فيها. قوم يلا يخرب بيت دي حكايه. قوم النبي يا ام سيبيني انام شويه. والنبي امك ايه انت حاسس تعبط في ايه؟ بس سيدي معلمين احنا في وسط البحر يا عجه. ايه ازاي؟ اتاري السحب شغال طول الليل واحنا في الطراوه. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما هي ملهاش غير حل واحد، وبعدين احنا في حته مقطوعه لا فيها ناس ولا مراكب. طب ارسم وخش يا كبير. عجه بتعرف تعوم يا عجه؟ ايه؟ في ايه يا سيدي معلمين؟ يا لهوي، طب الحل دلوقتي؟ انت عايز الحل يا عجه؟ ابوس ايديك عايز الحل. الحل اهو. ايه؟ استنى يلا انا جاي. الحل يا سيدي معلمين، الكابوريا دخلت في رجلي. انت فين يلا؟ انت ولا يلا يا عجه انا معتمد عليك يلا. انت فين يا واد؟ العنس العنس يا سيدي معلمين. انت رايح فين؟ الشط من هنا. امسك فيا بس حاسب على البنطلون. حاضر يلا يلا شد حيلك يا عجة. ورايا يلا. يلا امسك في رجلي يلا. يلا يلا شد حيلك يلا يا عجة. يلا مش عايز امك تسألني عليك. الله، مشكلة ايه؟ يعني هيكونوا راحوا فين؟ دي بورسعيد كلها قد كده. وبعدين يكونوا خرجوا بره بورسعيد. طيب يا سعيد، لما يحصل اي حاجة اتصل بي على طول. مع السلامة. ارسم وخش يا كبير. ما هي الرسمة دي مش محتاجة دماغ عشان تفهمها يا عجة، هنسيب لهم البلد ونطفش. الله، دي فكرة جامدة قوي، بس أنا ما قلتش لأمي مع السلامة حتى، ومش عارف أطمن عليا بعد ما حدفت لي المحمول بتاعي في المية. ما احنا لو سيبنا بورسعيد هتعرف تسأل عليها، إنما لو استنينا بورسعيد رجالة سلطان هيمسكونا ويبقى مش هتشوفها طول عمرك، ده إذا فضل في عمرك حاجة. يلا بينا. أهم أهم يا سيدي المعلمين. أهم وراهم رجالة. فلسة عجة، بقالك قد ايه ما شفتش امك؟ 3 ايام مش هتشوفها تاني. من اليمين يا كوش ولا من السماء؟ خش على اليمين. استنى يا عجة، يخرب بنتي حكاية. درويش خد الرجالة من هنا. ما تسيبهمش يا عسكر، ما تسيبهمش يا عسكر. استنى يا عجة، استنى 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 يا عجة.
مستعجل قوي بتسبقني. ايه يا ريس؟ طمني يا درويش. كله تمام. هم تحت ايدينا دلوقتي. طب قشط عليكم يا عم، خلاص طلعوهم المخزن وانا هجيكم على طول. على يا حلمي. قدامي يا نجم. طيب. يلا. يلا. يعني هروح فين؟ يلا تعال. يلا. أهو حق الجماعة في الكلينش خلاص. مش هتعال وتبطل شغل حلمبوحة بتاعك يالا يا كن؟ غلوتك عندي ما عملت حاجة يا ريس. مش محتاج تحلف يا كن، احنا متأكدين. بدخل في رجلك شوية ساعة. والله إذا كان السردينة كبرت وفكر نفسها بقت حوت محتاجة للي فوقها. هو أنت شفت حاجة؟ ده فتح كلام بس عشان تعرف إزاي تتكبر على أسيادك. متعرف دي الإيد اللي اتمدت لك يا جربوع يا نمامة. احنا ما تكبرناش ولا حاجة يا عم. مين اللي وراك يا كم؟ اسمعني كويس، هتتكلم بالذوق حاتلك هتتلاقي. هخليك تمشي تتكلم العطان ده لو فضل لك رجلين تمشي عليه. ولا حاجة. لا أنا لا أنا 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 هقول على كل حاجة. يا جبانة خلوف قولك. القرش القرش هو اللي كان بيخطط على كل حاجة واحنا اللي بننفذ بس. الكلام ده صحيح؟ امال دخلتوا الوكالة ازاي؟ جبت المفتاح منين؟ سرقتوه ازاي؟ لا ما سرقناهوش، ده في واحد جابه لنا لحد عندنا. واحد مين؟ عزام ابن خالتك واخو طليقتك يا ريس. ايوه هو عزام. صدقهمش يا ريس، ده شغل على مواطي عايزه توقع الدنيا في بعضيها. خلي بالك منهم على المرجع. تهونوا وعمروا ما خانكم ولا اشتكى منكم. قلبي قلبي تخونه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. قلبي قلبي يا حبيبي تعالى. يا قطع يا بنتي يا حيات، تعالوا شوفوا مين اللي بيخبط. فينو؟ يا سعيد الله وقت كده اقول لهم وانت قاعد تعمل لك الصمت بتاع الثلاث رعاه قلتنا كده زي القدر مستعجل. ده ممكن هتخلع في ايدك يا راجل. في ايه؟ انت بتدور على مين يا سعيد؟ هكون بدور على مين يعني؟ انا بدور على قليل الاصل اخوكي. طب اهدى بس اخويا، هو ايه اللي حصل؟ عمل ايه؟ هو فين؟ جوه في الحمام بيستحمى. عارف منه ايه؟ جرايه سعيد، انت هتخش عليه الحمام وهو بنص. قطع يا ندم يا حقيره كمان. قطع يا ندم. قطع يا حرامي. قطع يا ندم. يا سعيد يا سعيد معلش معلش. مش عايز تفتح كمان؟ افتح لحسن اكسر الباب على نفوخك. افتح. انت بتستحم يا وسخ. اخرتها معاك يا ابن خالتي، تسرق مفاتيح الوكالة علشان تديها للناس الزبالة. يا تافه يا حشرة، انت بتخني. الواد هيموت في ايديك. انت فاهم غلط، سيبني فاهمك يا ابن خالتي. والنعمة انت فاهم غلط. ايه النعمة فاهمه غلط؟ يلا سعيد حرام عليك يا حشرة. حرام عليك الواد بيشرب دم. حرام عليك يا مفتاري. حرام عليك يا شراحك النعمة.
حرام عليك يا ابني افتحري. شفت طرف يا ام راجل يا مطفي ده كفايه حرام عليك يا مفتري يا ناس الحوضه الحوضه اتفلك يا زمان ادخلني ليه سعيد سيبه يا سعيد الناس تقول علينا ايه بلاش فضايح يا بصتي يا بصتي يا مطفي ده الحاني يا ام مطفي ده لا يحاسب الحو كفايه حرام عليك يا مفتري حرام عليك يا مفتري حرام عليك دي تالت غلطة ليك في بحر اسبوعين يا كامل. المرتين اللي فاتوا صدرت لك بنفسي يا اخويا وحذرتك، بس المرة دي غلطتك كبيرة. ده انت حطيت نفسك قصاد الحج سلطان ابو المكارم. الحج سلطان عارف عامل زي القطر اللي يقف قصاده يتفرم. حاك عليها يا حاج، كانت وزي الشيطان ابوس جزمتك تسامحني. ده احنا كان ممكن نروح النيابة بالوصولات اللي انت باصم عليها بنفسك وخليهم يسحبوك على اللومان، بس الحاج سلطان اكبر من كده وما ينفعش واحد زيه يعمل مقامه بمقام فسلي زيك. كبير يا حاج، كبير يا حاج وهتفضل كبير. ما بلاش البقين الحمضانين دول، ده احنا عارفينهم. انت تمشي يا كن، تفارقنا بالمعروف، والسوق ده ما تعتبوش برجلك تاني ماذا والا. يا بورسعيد يا ليام معدية، تقولوا معدية تايهين يمين ياخد بايدينا في المعمعدية. يا بورسعيد يا فين المعدية المستعدية، تاخدنا على عيدنا وتدينا هدية وعدية للبورسعيد. المر لك عاني وبعاني وانا مش لوحدي، اهياني 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 ليام سهياني سهياني والدنيا سهياني سهياني. المر لك عاني وبعاني وانا مش لوحدي يا عيني. يا بورسعيدية يا بورسعيدية ليام معدية، تقولوا معدية تايهين يا من ياخد بايدينا في المعمعدية. يا بورسعيدية فين المعدية المستعدية، تاخدنا على عيننا وتدينا هدية وعدية للبورسعيدية. عشقك وعشقاني عشقاني يا بورسعيداني ايواني، عشقك وعشقاني عشقاني عالحب نشقاني نشقاني وقلبي حقاني واشقاني وبقدم هدية. يا بورسعيداني ايواني، عشقك وعشقاني عشقاني عالحب نشقاني نشقاني وقلبي حقاني واشقاني وبقدم هدية. أي أي
بورسعيدية بورسعيدية هي معدية تقولوا معدية كيهن يا من ياخد بيتنا في المعمعدية يا بورسعيدية فين المعدية المستعدية تاخدنا على عيننا وتدينا هدية وعدية للبورسعيدية شاني وبستاني سحابة وردية على الله من تاني يختار بستاني بستاني وابقى على الاسطاني وتحلى على شاني وبستاني